السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين وحشتني جدا، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان المبارك، ويا رب يجعلها ايام مفترجه عليكم وخير كده وسعاده وتحققوا احلامكم فيها. طبعا انا موجود دلوقتي في مدينه كولن الالمانيه، وبالذات في محطه القطر، ورايح على شارع هنا في مدينه كولن، ولاول مره في التاريخ هنا في المانيا لقوهم معلقين زينه رمضان. وطبعا مش هروح لوحدي، معايا كمان محمد النجار. يا معلم متحمس؟ ان شاء الله. هو طبعا محمد جاي معايا لان هو يعرف كولن اكتر مني، رغم ان انا عشت فيها يمكن 3 سنين، ولكن ما كانش في المدينه نفسها، كان حوالين المدينه بس ما كنتش بنزلها كتير. فشريك الرحله النهارده هيكون محمد النجار. ان شاء الله ان شاء الله تكون رحله حلوه. فقبل كل حاجه بقى عايزين المشاهد ما تنساش اللايك بتاعكم والكومنت الحلو ده، ويلا بينا. هو ده طبعا القطر بتاعنا لسه جاي دلوقتي، ده هنروح فيه المفروض، ولكن للاسف هو كان المفروض يجي الساعه 11:37 دقيقه، ولكن اتاخر، ودلوقتي الساعه 11:56 دقيقه. فالمكان اللي احنا رايحينه يمكن بعيد عن محطه القطر اللي احنا موجودين فيها بخمس دقايق بس بالقطر، واتمنى ان ما يفضلش واقف كده ويتحرك. وفي زحمه كتير جدا طبعا، انا اول مره اشوفها. نيجي نقعد ورا ولا مش عارف، امال ليه طافيين النور ولا شكل الكهرباء قطع اصلا في القطر؟ مش كان في زحمه كتير جدا يا جماعه؟ نقعد ندور على مكان. خليك معايا عشان ما تضيعش. لو اتحرك هنقع كلنا على وشنا والله العظيم. تحس ان هم طافيين بيوفروا الكهرباء بتاعت القطر. هننزل محطه واحده. انا مش لاقي نقعد هنا؟ نقعد هنا بجد؟ خلاص تمام، محطه واحده نقعد خمس دقايق بس. لكن مشكله المكان اللي احنا قاعدين فيه اصلا هو ده بيكون للناس اللي عندهم مثلا مشاكل، اللي معاهم اطفال. النهارده كمان 6 رمضان، ما شاء الله الايام بتطير والله العظيم. بكره تلاقي رمضان خلص كده بسرعه زي ما تعرفش. مش كده كمان، ان القطر لما بركبه هنا في المانيا بتحس ان في روائح غريبه جدا بتحسها بجد، ورغم ان هو بينضيف بيهتموا جدا بنظافه القطر هنا، ولكن الحاجه الوحيده انا ما بيهتموش بقى الروائح، هي غصب عنهم الصراحه يعني. ولكن الظاهر كده ما فيش ناس كتير اصلا، حركه قليله في القطر النهارده، حتى القطر ماشي بطيء زي ما انتم شايفين. يعني ممكن المشوار اللي احنا واخدينه خمس دقايق ده طول معانا ساعة زي ما تعرفش، والله يستر بقى وما يقفش في نص الطريق. احنا قاعدين دلوقتي كمان جنب الكهرباء بتاعت القطر، احنا ممكن لو ضغطنا على أي حاجة هنا نشغل بقى النار. لا حاجة، أحلى حاجة كمان إن موجودين العداد، الساعة موجودة فيه. شوفوا ماشي قد إيه، كم القطر ده عامل كام كيلو؟ يا عربية؟ لا بس احنا ما بنقدرش نفتحه، لازم من بكرة حتى هنا تفتح بينه. سمي حاجة ممنوع التدخين. زي ما انتم شايفين هنا في بعض هنا لو شاف اي حد بيدخن هيتبهدل كله. لسه واصلين المدينه دلوقتي، ولكن لازم نمشي حوالي 10 دقائق على رجلينا. وكان في خيار ان نركب المترو، ولكن قلنا لا نتمشى شويه لان الصراحه الشارع جميل وفي حركه كمان زي ما انتم شايفين في كل مكان. واعلى حاجه بقى بحبها ان في شارع هنا او طريق مخصص هنا عاملينه عليه رسمه العجله، ده بيكون بس للناس اللي ماشيه بالعجل. ما ينفعش اي حد يمشي على الطريق ده ويضايق الناس اللي ماشيه بالعجل، علشان خاطر ممكن اللي ماشي بالعجل مثلا يخبط فيه يقع. فهنا مقسمين الطريق على هنا نمشي برجلنا، والمكان ده زي ما انتم شايفين بيمشي بالعجل، او ممكن ننزل هنا يمشي برده على الطريق. فالنظام هنا والقوانين حاجه فوق الروعه، عشان خاطر برده ما حدش يخبط حد ولا يشيله من على الارض. وكمان هنا وسيله العجل هنا حاجه مهمه جدا في المانيا، بيحبوا جدا هنا سواقه العجل او يروحوا الشغل، وفي بعض الناس بتروح على مدارسها اللي بيروح على النادي بتاعه ما بيحبوش يتحركوا غير بالعجل، فدي وسيله مهمه جدا هنا في المانيا. والصيام بقى السنه دي يعتبر احلى سنه مرت عليا هنا في المانيا، لان في 2015 اول ما جيت المانيا هنا كان يعتبر اول رمضان يمر عليا. كان الصيام في الصيف حاجه صعبه جدا، بدانا الصيام كنا نصوم الساعة 2:55 دقيقة، كان الفجر يأذن خلاص بدأنا الصيام. كان الصيام لحد الساعة 9:55 دقيقة، ووصل كمان مرة للساعة 10:15 المغرب. تخيل كده مثلا انك تصحى الساعة 6 الصبح تروح على شغلك او تروح على مدرستك، ترجع الساعة 2 او الساعة 3 العصر تنام، تصحى من النوم بقى الساعة 6 او الساعة 7 تلاقي لسه الشمس موجودة زي ما هي. وكان الصيام حرفيا صعب جدا بالنسبة لينا، ولكن السنة دي الصيام حاجة كويسة جدا، بنبدأ الصيام الساعة 5 الصبح، وكمان نفطر على الساعة 6:30،
مع التغيير بقى التوقيت الشتوي ده هيتغير وهنبدا في التوقيت الصيفي، فهنصوم اخر 10 ايام في رمضان لحد الساعه 8:30. انا بشك كمان ان الحي ده تركي، لان معظم الناس اللي بشوفها في الشوارع هم الاتراك، والمحلات التجاريه كمان اللي موجوده هنا في اللجنة جنب الرصيف بتكون محلات تركيه، فيمكن تركي صح؟ هو تركي فعلا. اه طبعا معايا الخبير الاستراتيجي في المنطقه هنا. والله هي الصراحه المكان حلو جدا، موجود فيه محلات تجاريه كتير جدا، ومجرد انك تنزل الشارع هنا ف هتنجذب لحاجات كتير انك تشتريها، مش هتحتاج انك تروح مدن كبيره. المره اللي فاتت مش الشارع ده، كنا في الشارع التاني كان هو الحي العرب، لما صورت هناك عند حي المغاربه. وحي العرب برضو حاجه جميله جدا، ولكن ما انصحكمش انكم تروحوا في رمضان لان الروائح هناك قاتله. روائح الاكل بتخلي الواحد يجوع جدا الصراحه. التوابل مميزه تحسان اللي بيعملوها في المحلات العربيه. انا شايف الهلال هناك اهو. انا شكيت انا ومحمد شكينا ان احنا ماشيين غلط اصلا، ولكن قال لي تعالى نركب المترو. لا بس هو قال لي تعالى نركب المترو، فانا شكيت ان نكون ماشيين غلط، فلسه هنرجع شفت الهلال اهو بعيد شويه. انا كهو احنا قربنا، ولكن الصراحه المدينه هنا جميله جدا. احنا حوالين مدينه كولن، يعني المدينه نفسها بتاعت كولن قريبه مننا بحوالي 5 دقائق، فاحنا عديناها بالقطر. فلافل، اسم المحل فلافل، هو محل تركي. انا لحد دلوقتي ما قابلتش ولا محل عربي. ممكن تلاقي بس مش كتير. شايفين الرادار هناك؟ هنا ده رادار حاطينه كده وسط الرصيف، يعني اللي هيمشي اكتر من 30 هيلاقي كده جاي له جواب محترم على البيت. احنا وصلنا دلوقتي المكان اللي معلقين فيه المفروض زينة رمضان، ولكن مش معلقين الزينة اللي هي الكتير، يعني هنا مكتوب رمضان على، وكمان ديت انوار بالليل بتدي منظر حلو جدا، متعلقه على العواميد زي ما انتم شايفين، وقدام كمان موجود هلال. فاخدكم واوريه لكم، يعني كتر خير مصطلح انك تلاقي. اول مره تحصل في مدينه كولن، يعني وانا اول مره في حياتي اصلا اشوف حاجه زي كده ان في المانيا وعلقوا الزينه. ده بدايه حلوه جدا، وديت يعتبر اول سنه هنا في المانيا انهم يعلقوا في مدينه، ومدينه برضو فرانكفورت معلقين حاجات كتير جدا تخص اجواء رمضان. خصوصا ان هنا اكبر مسجد موجود في يعتبر في المانيا هو مسجد كولن، فهنروح النهارده مسجد، لازم نزوره النهارده مسجد مدينه كولن برضه لازم نشوره. ده هنا برضه الهلال معلقينهم على كل عمود، هتلاقيه بينور هنا معلقين عليه حاجه تخص اجواء رمضان. صراحه جميله جدا لما تمشي في الشوارع تلاقي التفاصيل ديت موجوده، وبالذات لو في رمضان، لان اصلا في اوروبا بنحسش باجواء رمضان خالص، ولكن اقل تفصيله لما تلاقيها في رمضان او مثلا في العيد بتخليك تحس بشعور حلو جدا، وبالذات لو انت عايش مع اهلك. لو انت مش عايش مع اهلك وعايش هنا في اوروبا ولا هتحس باجواء العيد ولا حتى باجواء رمضان. صح ولا مش صح؟ الموضوع صعب جدا لما تفطر كل يوم لوحدك، الموضوع ده يعني عذاب الصراحه. بالذات كده لما تقعد بقى كده لوحدك في البيت، ولما تطبخ نوع واحد من الاكل يا عزيز المشاهد، وتفتكر كده الاصناف اللي كانت بتتحط على لا طبعا، بس انا بنحاول احنا نجمع بعضنا هنا شويه مع بعض، نفطر يوم مع بعض ان شاء الله، نكسر حاجز الصمت في الفطار. ودي حاجه جميله جدا لما تلاقي مثلا شخصين مثلا تاكل معاهم، ولا تحس فعلا باجواء رمضان. بعتقد ان دي نهايه الشارع بتبدا برضو هنا برمضان. هي بالليل الحاجات ديت بتنور، حاطين عليها انوار صغيره كده بالليل بتبدا تنور مع الانوار بتاعت العمود، فبتعمل منظر جميل جدا بالليل، ولكن دلوقتي للاسف طفينا. الصراحه المناظر جميله جدا، شوف الزينه هتلاقيها متواصله ما بين البيوت لحد نهايه الشارع. لكن حلو في الموضوع، هل تتوقع ان يجي واحد لف على الجيران وقال لهم كل واحد يديني 5 جنيه عشان اشتري الزينه ويعلقوها؟ حصل، محمد حلاوه ابن خالي. الصراحه الاجواء شكلها جميله جدا، والزينه حاجه خرافيه جميله هنا. نص ساعه على صلاه الظهر تيجي نطلع الجامع؟ يلا، ففاضل بقى نص ساعه على صلاه الظهر، اروح نشوف اكبر مسجد. اهلا بكم في واحد من اكبر المساجد اللي موجوده هنا في المانيا، والاكبر كمان في مدينه كولن يا عزيز المشاهد. ولكن قبل ما نخش المسجد لازم الاول نروح نتوضا، وده ما شاء الله واحد من اكبر المساجد اللي موجوده هنا في المانيا. طبعا المسجد تم بناؤه من خلال الاتراك. المسجد متكون من مؤذنتين زي ما انتم شايفين كده، وتم بناؤه في عام 2017. ما شاء الله معظم بناؤه كمان لو انتم خدتوا بالكم مبني من الزجاج والخرسانه. ده طبعا مكان الوضوء، تقدر تتوضا من هنا، تقعد هنا تتوضا، تشغل الميه، بعد ما تخلص بتقدر تخرج المناديل ديت وتنشف بقى ايدك، وبعدين تروح على طول على المسجد. انت
منتهى ما شاء الله طبعا المسجد من جوه. هنا كمان بيقول لك بعض التعليمات اللي ما ينفعش تخش بالكوتش بتاعك جوه، لازم تقلعه هنا قبل ما تخش على السجاده على طول. بعدين في مكان هنا للاحذيه، تفتح مثلا اي درج من هنا، تدخل الحذاء بتاعك وتقفل عليه. وطبعا هنا مكتوب ارقام، انا هنا 52، الكوتش بتاعي موجود جوه في امان يا معلم. ده بقى ما شاء الله شكل المسجد من جوه، الصراحة خرافي، والقبة بتاعته من فوق حاجة تانية خالص. الخطبة طبعا بيعملها بالتركي، صعب ان الواحد يفهم تركي، بس تخيلوا يدي علينا كده بالغلط واحنا بنقول امين. طبعا مساحة المسجد هنا 4500 متر، وبيسع هنا لحوالي من 2000 لحد 4000 مصلي. مساحة المسجد جميلة جدا، وتكلف كمان حوالي 20 مليون جنيه استرليني. وفي عام 2017 تم بناء المسجد بالكامل، ولكن في الأول في مشاكل كتير جدا حصلت بسبب ضخامة المبنى، ويعتبر كان أضخم مبنى في المكان هنا وحوالينه البيوت. في مشاكل كتير جدا من اليمين متطرف جه على المسجد هنا بسبب بنائه، وكمان للأسف ما ينفعش من خلال المؤذنات أو المكبرات يخرج الأذان أو الأصوات، غير بس يوم الجمعة الصوت يخرج بره المكبرات بس يوم الجمعة في صلاة الجمعة. واهتمامه هنا بالتفاصيل حاجة فوق الروعة الصراحة. والمسجد مبني كمان على التراث العثماني، والقبة أجمل حاجة الصراحة أنا حبيبها، والكلام الديني اللي مكتوب على الحيطان في حاجة قمة الروعة طبعا. ولازم هنا ما ينفعش تدخل بدون شرابات علشان خاطر البكتيريا ما تتنقلش للسجاد وتتنقل للناس، فلازم تخش المسجد هنا بالشرابات. الصراحة ديت مش أول مرة لاحظها، إني ألاقي الأتراك هنا بيصلوا بطريقة غريبة جدا، والسرعة اللي عندهم في الصلاة تحسهم إنهم بيحاولوا ينافسوا إيلون ماسك اللي طلع صاروخ للفضاء. ليه بيصلوا بالسرعة ديت؟ علشان هم بيصلوا على الطريقة الحنيفية، أما إحنا بنصلي على الطريقة الشافعية. لكن ده بطريقة سريعة، فاستغربت فعلا من صلاتهم شوية. هو صراحة ما جربناش إن إحنا نصلي في تركيا ذات نفسها، بس هنا شوية الأتراك اللي موجودين عندهم سرعة قوي في الصلاة، يعني إذا صليت معاهم التراويح هما بيصلوا 22 ركعة، احنا بنصلي 11، بس ال 22 ركعة بتاعتهم بمقام ركعتين، وبيصلوها 2 في 2. وعندهم السنة مثلا بسن السنة قبل الصلاة 4 ركعات، وبعد الصلاة كمان بيصلي 4 ركعات. هو الصراحة كتر خيرهم، المسجد جميل جدا وحاجة الواحد يحس بيها بالفخر كمسلم. ولكن انا معاشرهم ومصلي معهم كتير جدا في المساجد بتاعتهم. معظم المساجد اللي بيبنوها هنا في اوروبا ما شاء الله تم بناها من خلال الدعم الاسلامي، وكمان الاتراك هتلاقيهم حاطين ايدهم في كل حاجه، يعني المساجد هنا معظمها ما شاء الله الاتراك هم اللي بنوها. اكيد فيهم عندهم ميزه، ولسه دلوقتي شفناها احنا واحنا بنصلي الظهر دلوقتي، كان في طفل او طفلين ورانا صح بيلعبوا بالتابلت، وكان الصوت مريب، يعني كان شغلوا موسيقى، شغلوا كل شيء، لكن مع الناس ما حدش طلع شخط في الطفل، ما حدش كلم الطفل، ولا حد زعق لأبوه، ولا كأن كان في شيء. ودي الميزة، ان عاملوا الأولاد دايما في المساجد بالرحمة عشان يرجعوا تاني. لكن لو انتوا الناس اذا زعقت للطفل عمره ما هيدخل المسجد تاني، سواء في اي دولة، سواء في دولة عربية مسلمة ولا حتى في اوروبا. صلينا الاربع ركعات، والولد كان مشغل اللي كان بيلعب على التابلت، كان الصوت الصراحة عالي، وكان فيه موسيقى كمان شغالة. اللي لاحظته ان مفيش اي حد طلع قال له وقف، حتى بعد ما خلصنا صلاه ما حدش قال له اي حاجه. فميزه كويسه برده عشان خاطر الطفل، لو انت عيطت عليه زي ما قال كده، لو الطفل انت زعقت له ولا اي حاجه، الطفل هيكره المكان ده، هيكره ان يدخل المكان ده تاني. ف حاجه كويسه انت قلت برده. ولكن من الافضل ان الاب ولا اهل الطفل ما يدوش تليفون للطفل ده خالص اثناء الصلاه. لا هم الصراحه هنا عاملين لهم حتى مراكز في كل مسجد، في مركز زي صاله للالعاب رياضيه، وبييجوا يعملوا ترفيه. حتى مره سالت واحد مسؤول عن المساجد، قلت له يعني هو انتوا فاتحين مسجد ولا في كافيتيريا ولا 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 ملعب صالات رياضيه، انتوا بتعملوا ايه؟ قال لي ما هو احنا مش هنجيب الاطفال للمسجد الا بالطريقه دي، لكن نخليهم بالاكراه. ليس بالاكراه، الدين ليس بالاكراه. وكمان هتلاقي مراكز لتعليم الثقافه العربيه والاسلاميه في نفس المكان برضه كده. عزيزي المشاهد، يكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش بقى اللايك بتاعكم الحلو ده والكومنت. بشوفكم فيديوهات جديده، ومع السلامه. قول حاجه يا معلم.
مع السلامه ورمضان كريم علينا وعليكم. شكرا إن شاء الله. لمحمد على الرحله الجميله ديت. رايح فين؟ رايح فين؟ مع السلامه يا شبوبز. مروح.